السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، إحنا اليوم مباشرة في برنامج مسيرة فنان، وإذا قلنا مسيرة فنان معنا واحد الفنانة اليوم كبيرة ذات صيت ديالها عالمي، عندها تجربة كبيرة، عندها واحد الباع في هذا الميدان ديال المكياج سومي بيرمان. فاليوم إذا بغينا نقولوا إذا قلنا المكياج سومي بيرمان كنقولوا سومية الهيروشي، فبغينا نعرفوا شكون هي سمية الهاروشي. فإذا قلنا سمية الهاروشي غادي نقول لها اليوم أهلا ومرحبا بك برنامج مسيرة فنان. لالا سمية مرحبا بك. الله يبارك فيك السي هشام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سمية الهاروشي فورماتريس بروفيسيونيل ديال لو ماكياج سومي بيرمانون وديال تو سكي أونغلوري بيان سور، دونك لا بروتيزي أونغولير. انا بديت المسيره ديالي في 2015، ما بديتش بلو ماكياج بيرمانون، بديت بتو سكي امانسيسمون و ايبيلاسيون بلا لوميير بولسي، ماشي لو لازير، باسكو لو لازير سي اون سبيسياليتي ديال لي ميدسان. من بعد عجبني لو دومين وقررت نزيد شويه نافونسي في الاستيتيك نون انفازيف. راس سمية الهاروشي 30 سنه، مواليد مدينه فاس، خرجتي خارج ارض الوطن، زرتي عده بلدان من بينها تركيا وفرنسا والمانيا. فاحنا غادي نركزوا بالاخص على تركيا وفرنسا، لان بالاخص عرفتك درتي فيهم دي فورماسيون اللي كانوا بروفيسيونيل. فبغيت نسولك على التجربه ديالك في تركيا اللي كانت سنه 2019. الوغ التجربه ديالي في تركيا، مشيت درت لو ماكياج سومي بيرمانون، تما درت اون فورماسيون اللي كان فيها دونك كان فيها لو ماكياج سومي بيرمانون كامل. درت تو سكي ميكرو بليدين، دونك البروز اولا لي سورسيل كما كنقولوا، دونك كانت كان لو ميكرو بليدين، ميكرو شيدين، اومبري وشادو. ودابا مازال كنقلب ان شاء الله، مازال كنزيد نبحث في هذا الميدان. من غير هذا الشيء درت التقنيات الجديده اللي هي البيبي جلو، سيسي جلو، البيبي بلاش والميكرو نيدلين. درت هاد لا فورماسيون حتى هي، ودابا الحمد لله انا كندير دي فورماسيون وحد اخرين، مازال كاينين مفاجات من طبيعه الحال، مازال كندير دي فورماسيون وحد اخرين، ومازال غندير للناس دي فورماسيون وحد اخرين. ورجعتي لارض الوطن وقمتي بعده دورات، من بعد التحقتي بالديار الفرنسيه، كيفاش كانت التجربه ديالك ايضا في الديار الفرنسيه؟ الديار الفرنسيه كانت تجربه زوينه بزاف، لان قريت فيها لا بروتيزي اونغولير، دونك تعلمت فيها بزاف د الحوايج وبزاف ديال التقنيات. وكما كتعرفوا كاين اساتذه كبار اللي كيبحثوا في هذا الشيء وكيجيبوا لنا دي فورماسيون، دونك درت هاد لي فورماسيون كاملين ديال لا بروتيزي اونغولير كامله، يعني اللي كتمثل في لو جيل، لا كونستركسيون شابلون، لا كونستركسيون دونغل اون شابلون، كاين لو بولي جيل، باودر جيل، وكاين لو باور جيل بلوتو اللي هو جديد دابا. يلا تقنيه جديده، هذه هي المفاجاه، كاينه تقنيه جديده حتى هي درتها في 2018. هذوك الناس كيسبقوا كما كنقولوا العصر، التقنيات الجديده دائما، التقنيات الجديده ديما من عندهم كتبدا. كنت كتصوبي الملكه جمال مدينه فاس، فكنت تحت لي الفرصه وجينا وشفنا تبارك الله كنت كتخدمي جو بونس الكلاصاج على ما اظن ولا كولور كان لو روز بيبي. فتما كان تال الانتباه ديالي بانك واحد الانسانه اللي عندك واحد الصيت كبير، ومن بعد ما بحثنا وقلبنا وعرفنا لقيناك خبيره التجميل العالميه سمية الهاروشي. فاحنا اليوم ومن هذا المنبر كنحاولوا نقولوا لك شنو هي المشاريع المستقبليه ديال سمية الهاروشي، من بعد ما لاحظناك انك درتي دي فورماسيون مثلا في مدرسة السعادة، بزاف ديال لي فورماسيون، درتي دي فورماسيون في دي سالون، في دي سبا، درتي دي فورماسيون في بزاف ديال المدن المغرب. حنا اليوم بغينا نعرفوا المشاريع المستقبلية ديال سمية الهاروشي. ألوغ المشاريع المستقبلية ديالي كنت مخلياها للمتابعين ديالي مفاجأة، ولكن اليوم مدام السي هشام كيجيب تبارك الله عليه المعلومات وكيقلب عليهم وهو كيفاجئنا حيتاش عارف. دونك كاين ان شاء الله واحد المشروع ديال اون اكاديمي غادي تكون بشراكه مع اساتذه كبار، ومنهم واحد الاستاذ كبير كاين معنا اليوم، ما غاديش نحرق لكم المفاجاه التي غادي تشوفوه. دونك غادي يكونوا فيها لي فورماسيون بروفيسيونيل كاملين ان شاء الله. اذا المشروع المستقبلي هو اكاديميه، كنتمنى يكون عندنا كل صغيره وكبيره على هذه الاكاديميه، لان كان تبارك الله
لان كنعرفوا بانه كاين بزاف الناس عندهم نقص في المعلومه، وانت بحكم التجربه ديالك وبالخبره ديالك انت ولكن باقي الاعضاء الاخوان اللي عندهم تجربه غيكونوا معك ان شاء الله في الاكاديميه. كنتمنى باش تكون الامور في احسن الظروف وغتكون الاكاديميه، انا متفائل بانها غتكون عندها واحد الصيت وعندها واحد الباع كبير. قبيله كنتي من بين الحوار اللي كنداز بيني وبينك هضرتي لنا على واحد جوج ديال الحوايج اللي بديتي بهم المشوار ديالك. هذا لامانسيسمون واحد التقنيه اللي خرجت مؤخرا، ما فيهاش عمليات، دونك كتكون كتكون واحد لانترفونسيون بلو فخوا، واحد لاباري سميتها لا كريوليبوليز او لا ليبوليز، كتضعف كتحطها في المناطق اللي بغيتي وكتضعفك بالبارد ماشي بسخون. وكنت كندير لا لوميير بولسي ليبيلاسيون بلا لوميير بولسي اللي هي بطبيعة الحال كاين لا لوميير بولسي وموراها كاين لو لازر. لو لازر كيكون شويه انتنس، سيتادجير لو ريزولتا ديالو كيكون ديفينيتيف. لا لوميير بولسي كتكون ديتيرميني فواحد لا بيريود، يعني واحد المده ديال سنتين ولا ثلاث سنوات عاد كيبدا لو بولب ديالنا يعطي الشعره. ومن بعد فكرت باش ندوز لهاد لي فورماسيون اللي درت لكم عليهم. هاد العمل اللي كتقوموا به نتوما ديال لو ماكياج سومي بيرمانون، واش عنده دي زانكونفينيون ولا ما عندوش بالنسبه للناس البروفيسيونيل؟ لانه اذا خدينا الناس المبتدئين ملي كيخدموا على حساب الا ما كانتش الخدمه ديالهم بروفيسيونيل، بالنسبه لكم نتوما واش هاد الماكياج سومي بيرمانون ما عندوش دي زانكونفينيون؟ لا ما عندوش دي زانكونفينيون الا كانوا الناس اللي كيخدموه دي بروفيسيونيل، حيت هو عنده طريقه ديالو باش كيتخدم في ليبيديرم في الطبقه الاولى جلديا. حيت عندنا ثلاثه طبقات. اييه اكزاكتومون، عندنا ثلاثه طبقات، دونك الا دخلنا لداخل ما كيبقاش ان ميكروبليدين ولا ان ميكروشيدين، كيولي ان تاتواج. لو تاتواج كما كتعرفوا ما كيتحيدش. المده ديال لو ماكياج سومي بيرمانون كتكون اونتر 6 موا اي 12 موا، يعني ما بين 6 شهور و 12 شهر، وكاين على حسب الجلد ديال كل كليان كتكون دونك كياخذ الوقت ديالو. مي لو ماكياج سومي بيرمانون هو اللي كيزول، ولو تاتواج سي دو بيرمانون كيبقى دائما. هذا اللي بغينا نعرفوا، لان بزاف الناس عندهم معلومات غلطه وحنا حاولنا ناخذوها من عندك انت كخبيرة التجميل العالمية أخت سمية الهاروشي. فشكرا لك على هذه المعلومات القيمة اللي أعطيتنا اليوم. احنا مازال إن شاء الله غادي نسولوك، ولكن على كما كنلاحظوا كانت عندنا مفاجأة اليوم، وكان عندك واحد ضيف شرف اللي غادي يحضر معنا اليوم. غنخليك أنت تقدمي لنا الضيف شرف، لأنه على ما أظن راه التحق بنا الآن. غتقولي لنا شكون الضيف شرف اللي عندك اليوم، وتقدمي لنا السي اللي متواجد معنا اليوم الأخ والصديق ديالنا. غنخليه مفاجأة، غتقدموا لنا الأخت سمية الهاروشي بالنيابة عليا. اليوم معنا واحد الضيف اللي جا كما كنقولوا باللغه العاميه ديالنا ولا بالدارجه، اللي جا كبر بيا، وشرف كبير لي لانني استقبله اليوم. هو استاذ واخ وصديق، وان شاء الله شريك في الاعمال المستقبليه. سي طيبي حفيظ، صاحب مراكز السعاده 1 و 2. وسي حفيظ السلام عليكم. اهلا وسهلا. شكرا. لنا بعد الشرف. لنا الشرف. الله يبارك فيك. لنا الشرف. السلام عليكم. في البداية أود أن أشكر الأستاذة سمية الهاروشي على حفاوة الاستقبال، وكان نشكر الصحافة اللي معنا والناس ديال أرض الرياض، فشكرا جزيل الشكر. مرحبا بك سي حفيظ الطيبي، نهار كبير هذا التحقتي بنا. ولا قلنا حفيظ الطيبي كنقولوا الأخوين الطيبي، إلا ضروري أنه ما يمكنش لأنهم لاصقين كنقولوا السي حفيظ ضروري يكون مع السي حكيم الطيبي. فاهلا وسهلا، مرحبا بك في البرنامج ديال مسيره فنان، الفنانه اللي حاضره معنا اليوم الاخت والخبيره التجميل العالميه سمير هاروشي. فنقول له السي حفيظ الطيبي 48 سنه، 31 سنه تجربه في هذا الميدان ديال الحلاقه والتجميل، فتح مراكز ديال الحلاقه والتجميل، المركز الاول والثاني والثالث ان شاء الله. انا جايبكم من الكاع اللي كاين في الخبير، راني جايبكم. مرحبا مرحبا. درتي لي فورماسيون مع الاخت سمية الهاروشي، فبغينا نقول بغينا اليوم تعطينا الارتسامات ديالك على الفورماسيون اللي دازت عندك في مركز السعاده ديال الحلاقه والتجميل، على الفورماسيون ديال لوجيل اللي دارت الاخت سمية الهاروشي. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا الأخ هشام على حفوة الاستقبال، وشكرا الأستاذة والخبيرة سمية الهاروشي كذلك على حفوة الاستقبال. لنا الشرف الحضور اليوم معكم. بالنسبة للفورماسيون اللي دارت الأستاذة الهاروشي سمية،
كان فورماسيون في المستوى كما قلنا بالنسبه لسمية كان سبق عرفتنا عليها واحد الاستاذه اللي هي استاذه فوزية وبالبصمه قالت لي بان احسن ما كاين في مدينه فاس هي الاستاذه سمية الهاروشي. هذه شهاده للاستاذه الكبيره لاله فوزية. هذه شهاده كنعتز بها من استاذه ديالنا ومن صديقه واخت وكنشكرها بزاف من هذا المكان وكنقول سي بيان دوماج اللي ما كايناش معنا ما قدراتش دي بلاصه مي ان شاء الله غادي تشوفونا قريبا مجموعين. شكرا لك. شكرا السي حفيظ الطيبي. شكرا لكم لانه الناس اللي ما كينساوش الخير كيف ما كتقول هي ممتنه فشكرا لك. دائما كنبقاو حنا عندنا واحد العمل ديالنا كاريزما ديالنا استراتيجيه ديالنا ولكن دائما كيبقاو عندنا ناس كاين جنود خفاء اللي كيعملوا بطبيعه الحال كما قلت السي حفيظ في مدرسه السعاده والصيت ديالو والباع ديالو على الصعيد الوطني فعنده جنود خفاء اللي كيتبعوه كيعملوا معاه وكيسهروا صباح مساء. لاله سمية الهاروشي ايضا عندها كتكد وكتجتهد وعندها عمل ايضا حتى هي غيقدر يكونوا عندها جنود خفاء ربما نقدروا نعرفوهم مستقبلا لما لا بحال اليوم معنا الصحافه اللي كاينه معنا اليوم فهي كتعتبر حتى هي من جنود الخفاء. فشكرا لهم مره اخرى. السي حفيظ مازال غنرجع عندك كن هاني ضروري ناخذوا سير النجاح ديال مدرسه السعاده. قبل ما نمشي لسير النجاح الا سمحتي الاخ هشام نرجع لواحد الكلمه في حق الاستاذه سمية لان الدومين ديال الاستاذه سمية ربما بكل صراحه احنا طبعا في هذا الدومين ولكن كاينين مسائل تقنيه جديده كيعرفوها غير الناس اللي كيديروا لي فورماسيون. بعد ما تدار الفورماسيون عندي في المؤسسه كتعرفني الاستاذ هشام انني تندير حوارات مع التلميذات ديالي فريمون انه مشكروا الاستاذه بكل صراحه شكرا جزيلا الشكر على الفورماسيون اللي تدار يعني استفدوا مزيان وهما يعني دائما كيطالبوا بلي فورماسيون يكونوا مع الاستاذه سمية لان عطات من قلبها واحد الفورماسيون وهذه شهاده كما تنقولوا من القلب ولله سبحانه وتعالى لان ملي كتدير واحد الفورماسيون اكيد اللي غادي يكون مسؤول او بصفتي كمدير مؤسسه السعاده طبعا كنبحث في ذاك الفورماسيون كيفاش كان يعني لقيت نقدر نقول لك 100% جميع التلميذات يعني شكروا الاستاذه سمية على المجهود اللي قامت به. كانت فورماسيون ناجحه 100% في المستوى. فهنا غادي نرجع عند لاله خبيره التجميل العالميه لاله سمية الهاروشي فبغينا على حساب ما فهمت من السي حفيظ وعلى حساب ما بحثت انا وعلى حساب ما كنشوف لي فورماسيون اللي درتي ولا اللي كنشوف كيفاش كتخدمي او الطريقه فسير النجاح ديالك هو الكاريزما في الطريقه ديال العمل. سي هشام طلبتي مني شنو هو سر النجاح ديالي. الوغ سر النجاح ديالي اول حاجه الفضل كيرجع للاساتذه ديالي من بعد الله سبحانه وتعالى. الحمد لله عطاني الله واحد لا استراتيجي او واحد المنهجيه اللي كنمشي بها في لي فورماسيون ديالي. الحمد لله ماشي كنشكر راسي ولكن عندي واحد القدره على اقتحام العقول ديال الطلبه ولا ديال التلاميذ واحد لا فاصون خاصه وهذا عطاء من الله سبحانه وتعالى حنا ما عندناش يد فيه الحمد لله عليه كنبسطها لهم وعاد كنوصلها لهم. كما كتعرفوا كاينين الناس اللي كنعلموهم اللي هما محترفين وكاينين الناس اللي يلاه كيبداو يلاه بادي المشوار ديالهم. اذا المحترف عنده طريقه ديالو باش توصل له المعلومه لان كيكونوا ديجا عنده دي زانفورماسيون من قبل. اللي يلاه بادي كيخصو طريقه واحده اخرى وهذا الشيء الحمد لله خديته في لي فورماسيون ديالي كساسوا لي فورماسيون ديالي ديال القرايه اللي درت ولا لي فورماسيون بروفيسيونيل اللي درت في هذا الميدان هذا والحمد لله على اي حال. شكرا لك لاله سمية. فاذا كنعتبروا سير النجاح هي الطريقه البيداغوجيه او المنهجيه ديال العمل ديالك فانا شهدت واكبر دليل هو انني كنا ذاك النهار داير اللايف وجينا عندك على افلام بعد ما كنتي كتصوبي الملكة جمال ديال مدينة فاس تبارك الله ما شاء الله لا طريقة الإلقاء ديالك ولا الكلمة ديالك ولا طريقة العمل ديالك عملك ملكة جمال مدينة فاس كانت ممتاز ورائعة. رجعوا لعند السي حفيظ الطيبي الطيبي ضيف الشرف اللي التحق بنا. فالسي حفيظ الطيبي غادي نخرجوا من عند لاله سمية والماكينة السمية بيرمانون ونرجعوا شوية للحلاقة. فإذا قلنا الحلاقة أو قلنا شنو هو السر
ديال الاخوين الطيبين او العائلات الطيبين ميدان الحلاقه والتصوير. شكرا سي هشام على السؤال اللي وجهتينا في اتجاه الحلاقه ككل. سر النجاح ديالنا الحمد لله، اول شيء عندنا 31 سنه في هذا الدومين ديال الحلاقه. مده ديال من 91 الى يومنا هذا، حاصل على دبلوم لا سبيسياليزاسيون في 91، حاصل على دبلوم تكنيك كولوغاسيون لوريال في 95، دبلوم تكنيك بيرمانونت لوريال طبعا في 95، ديبلوم بروفيسيونيل ديال الاساتيد كما تنقولوا في 98. طبعا لي فورماسيون اللي درنا او المشاركات كانوا مشاركات مكثفه، نقدر نقول لك جوج لي فورماسيون اللي كانوا خارج الديار الوطنيه كما تنقولوا في مدينه باري فرنسا في 2015 و 2016. الحمد لله كانت استفاده كثيره، وهذا الحمد لله حافله بلي ديبلوم ما شاء الله. انا شاهدتك في مهرجانات وطنيه، درتي اعمال كبيره ويشهد لها الصغير والكبير في ميدان الحلاقه. فاليوم الكلمه الصغيره اللي بغيت نعطيك تقول لي وبعجاله ونقدروا غادي نختموا مع الصحافه. مرحبا مرحبا سر النجاح. الحمد لله سر النجاح في المؤسسه السعاده سواء رقم واحد ولا جوج ولا حتى في مؤسسه ديال التجميل، الحمد لله انا ما ننساش الجنود الخفاء اللي معايا، للاخ حكيم ولا المدام ديالي ولا الاخت المدام ديالي ولا حتى لي مونيتور اللي معايا. الحمد لله هذا هو سر النجاح، لاننا كنخدموا بواحد المنهجيه احترافيه ودائما كنحاولوا ما امكن نبحثوا على الجديد في قلب مؤسسه السعاده. هذا مشهود لك ومعاهدنا عليك، واكبر دليل هو انك كتجيب اكبر عدد ديال لي فورماتور ولي فورماتريس باش يحضروا ويديروا لك لي فورماسيون للتلاميذ ديالك. شكرا سي حفيظ. كلمه بعجاله اخيره من عندك سي حفيظ. كلمه اخيره هي مدرسه السعاده او مؤسسه السعاده سواء للحلاقه والتجميل، الابواب ديالها مفتوحه في جميع التلاميذ ديالنا سواء القدام. ملي كنقول بان من 91 الحمد لله وعندنا تلاميذ وتلميذات يعني راهم محترفات في صالونات ديالهم، اي واحد ولا اي تلميذ ولا اي تلميذه احتاجوا اي فورماسيون الابواب ديال المؤسسات مفتوحين فوجه جميع التلاميذ، فمرحبا بالجميع. كاين شي حد كيبقى له الفضل ديالو عليك؟ الفضل ديالهم بطبيعه الحال الاخ ديالي والزوجه ديالي والاخت ديال الزوجه ديالي، وما ننساوش بان الاستاذه اللي اليوم تتعطينا دي فورماسيون في المستوى، وغادي نزيدوا ان شاء الله الامام مع هذه الاستاذه اللي هي الهاروشي سميه. اذا كاينه مشاريع مستقبليه بطبيعه الحال ان شاء الله. حطينا واحد كما تنقولوا واحد بروجرام او خريطه ديال العمل باش نزيدوا بهذا الدومين القدام. اذا القطار دابا محطوط على السكه خصو غير ينطلق ان شاء الله. مسيره موفقه ان شاء الله. عودنا لك للا سميه الهاروشي. بغينا نقولوا للا سميه الهاروشي، احنا سمعنا اليوم كل ما جد واستجد في هذا الميدان، لانه احنا مازال غادي نرجعوا عندك ان شاء الله، ومازال غادي نديروا معك دورات باش تبقى تعطينا دروس في كل ميدان على حده. يعني كل معلومه اعطيتينا او كل اسم اعطيتيه لنا اليوم على حده غادي نحاولوا ناخذوا عليه معلومات كافيه من عندك ان شاء الله، باش نعطيو المعلومات لجميع ربوع المملكه. هذا وعد ان شاء الله بغينا ناخذه من عندك ان شاء الله اليوم. هذه من جهه. من جهه اخرى بغينا تعطينا اليوم كلمة أخيرة، أو شكون الناس اللي عندهم فضل على للا سمية، شكون الناس اللي ساعدوا للا سمية باش توصل لهذا النيفو هذا، رغم أنني كنعرف بأنه سمية كما قلنا خرجت خارج أرض الوطن، عملات كدات اجتهدات خسرت مصاريف باش تجيب لنا معلومة، فاليوم أنا الأوان باش أن سمية يسطع الاسم ديالها وتكون من عمالقة الحلاقة والتجميل، التجميل عفوا، لأن الحلاقة كاين سي حفيظ من عمالقة التجميل بربوع المملكة. للا سمية كلمة مصغرة وكلمة نقولوا أخيرة أو ما قبل الأخيرة إن شاء الله. أول حاجة كنشكر السي تيفيري هشام اللي معايا اليوم وجا شرفني حتى هو وداير معايا هذا الاستجواب. ثانيا كنشكر السي حفيظ الطيبي اللي هو عطانا من الوقت ديالو ثمين
وعنده بزاف د المشاغل وخا هكاك خلاهم باش يجي يشرفنا ويجلس معنا. الحمد لله كما قلت لكم كاين فضل ديال الناس من بعد الله سبحانه وتعالى اللي استقبلوني بصدر رحب كما كنقولوا وزيدوني ولقاوني بناس والشكر لهم طبيعه الحال. وغنذكر الاسم اللي ذكرت من قبل هو الاستاذه مشبال فوزيه، كنشكرها من هذا المنبر هذا، كنقول لها شكرا بزاف. وبغيت ان شاء الله استجواب جاي بغيتها تكون معايا فيه باش تهضرنا تاعي على ليكسبيريونس ديالها اللي هي طبيعه الحال من عمالقه التجميل، يعني هي سابقاني، وتهضرنا على المسيره ديالها وتعطينا معلومات بوركوا با، لا بما انها قديمه دونك يمكن لها تزيدني معلومات وتفيدني وانا ما عنديش مشكل. كنستقبل المعلومات والملاحظات بصدر رحب. ومطبيعة الحال اليوم نشكر هاد الناس اللي استقبلوني حتى هما رياض المكان في البطحاء بمدينة فاس، مرحبا بكم عندهم. راهم واحد الناس زعما الطاقم ديالهم إلي أغريابل، كيستقبلوا زعما بواحد الحفاوة بوحديتها وكيخليوك تحس بحال اللي راك في دارك. نسمع اليوم للا سوبيا، شكرا لك، شكرا للسحافين، شكرا للطاقم ديال الاصوات، شكرا لجنود خفاء الصحافه اللي حضروا معنا اليوم، شكرا للناس الصاهرين على هذا الرياض ديال المكان. احنا اليوم في برنامج كما قلت واسلفت الذكر ديال مسيره فنان، احنا كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك في هذه العشر اواخر انه يرفع لنا هذا الوباء، ترجع الحياه للطبيعه ديالها، ويرجعوا لي فورماسيون ان شاء الله، ويرجع كل مجده والسجد في هذا الميدان. شكرا لكم اخواني اخواتي، معكم اخوكم الذي يحبكم هشام تيفي. شكرا الاخ هشام. شكرا سي هشام. شكرا. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.